ليكن رجعوا خليني افهم شو صاير. بابا شو في يا بنتي؟ يلا نفس. طاهر افتح الباب. انت منيحة مو؟ بعد ما شفتك طاهر خلينا نطلع لفوق أحسن، بتحكوا براحتكم، ما تخافوا إلا وما نلاقي شي حل. انتوا احكوا هلأ وأنا برجع باخدها، تمام؟ رجعتي مو؟ ما بعرف، ماني حاسة بشي، بنوم. نفس من شوي كنت عنده لهالكلب، وقدم لي عرض وسخ مثله، ومحاميته اجت لعندي قال لي إذا أنا وإنتي منتطلق. قالت لي نفس الحكي. نفس مرة أنا قلت لك إذا بيوم انجبرتي تختاري بيني وبين ييت رح أفهم، رح تمسك إيدي وتاخدني لعنده. بعرف طيب فيني أحرم ييت من أبوه؟ أساساً كبر بدون أب، وهلأ أنا ماني مصدقة يتلاقى أبوه فيك. على الأقل هيك صار في بخياله صورة حلوة عن الأبوة، لأنه بسبب فيدات ابني كره كل الأبهات. أما معك أنت عارف إنه الأب ضروري بالحياة. أنا متأكدة إنه ييت حينادي لك بابا لما يحس إنه بحاجة أبوه، يعني وقت يخاف كتير أو يفرح كتير. أحياناً بيندهلك عم طاهر مع إنه بيحسك أبوه. وبعرف منيح الشغلات اللي بتكون عم تدور بعقله طاهر. أنت بالنسبة إله كنت أب حقيقي، حبيته وحميته، طيب هلأ جاوبني، معقول ترضى يربى بلا أب؟ أنت بتعرف
إني بقيت طول عمري بحسرة هالكلمة، يعني كلمة بابا. أنا معك، عرفت كيف لازم الأبهات يكونوا. بابا لما باعني للكلب وسمح له إنه يضربني ويعذبني، فكرت إنه الكل هيك، يعني مو بسيت وأنا كمان. عرفت معك شو هي الأبوة. الأبوة كلمة حلوة كتير. مرة قلت لفيدات كل شي بيطلع بإيدك اعمله، حتى قلبي فيك تكسره، أما هدول ما فيك تفرقهم، مشان هيك ما تكذبني. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.